وسط حضور طلابي كبير تواصل مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة تنفيذ مبادرة تقدر في 10 أيام والتي تقدم خدماتها لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية. وتقوم المبادرة بتكثيف المحاضرات والمراجعات اللانهائية للعام الدراسي الحالي 2024 والمقدمة على يد نخبة من خبراء المعلمين بالمجان في مختلف المواد. والمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز الزميل محمد عبد العزيز من البحيرة. محمد، بعد التحية، أبرز ما لديك من تفاصيل، تفضل. تحياتي لك يا حور وتحياتي للسادة المشاهدين. وصلت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة تنفيذ مبادرة مراجعات تقدر في 10 أيام والتي تهدف إلى دعم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية. هذه المبادرة هي بالمجان وتستهدف طلاب الثانوية العامة بمراكز ومدن محافظة البحيرة. هذه المحاضرات هي مراجعة للمواد الدراسية في كافة مدارس مراكز ومدن محافظة البحيرة. مؤسسة حياة كريمة وفرت مكان جيد للتهوية وهناك تواجد للمراوح في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. هناك حضور كبير بالنسبة لطلاب الثانوية العامة قد جاءوا إلى هذه المبادرة والتي تهدف في المقام الأول رفع العبء عن كاهل أسر أولياء الأمور وأسر وطلاب الثانوية العامة وتوفير النفقات التي قد يلجأ إليها الطلاب في الدروس الخصوصية. أيضا هناك هذه الفعالية تقام للعام الثاني على التوالي، وبجانب هذه المحاضرات والمراجعات للمواد الدراسية هناك محاضرات للدعم النفسي. هذه المحاضرات تنفذ لأول مرة هذا العام عكس العام الماضي، فهذه المحاضرات تستهدف طلاب اجتياز فترة التوتر التي من المقرر قبل امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق يوم 10 من شهر يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 20 من شهر يوليو القادم ويتخللها أجازة عيد الأضحى. نعم. المبارك. بهذا نكون قد ألقينا الضوء على مبادرة تقدر في 10 أيام والمنفذة داخل مركز حوش عيسى ومحافظة البحيرة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، عودة إليك يا حور في الاستوديو. جزيل الشكر لك الزميل محمد عبد العزيز مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من محافظة البحيرة.